السلام عليكم متتبعي القناة، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. كنرحب بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا القهوه المعطره، القهوه المغربيه المعطره اللي كنعطروها بالعطور معروفه من زمان، كيصيبوها جدودنا، زعما خلوها لينا، خلوها جدودنا وكانوا كيصيبوها جداتنا على يدهم. دابا غالبا كنشريوها عند العطار، ولا كنمشيو عند العطار كنقولوا ليه يعطينا، يجمع لينا داك القوام ديالها ويصيبها لينا هو. اليوم انا غادي ندير معكم الطريقه اللي كنصيبوها في الدار على ايدنا، اللي بغات تصاوبها وتقادها على ايدها وتعرف شنو دارت فيها. هي هاد العطور ديالها راه كيتنوعوا، زعما تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا على هاد الشيء اللي انا دايره اليوم. ماشي كنقول ان المهم هي كتصاوبوها على ايدكم، وماشي زعما بالضروره ان داك العطار راه ما غاديش يقادها لكم مزيان ولا ما غاديش تكون نقيه. اكيد ان كل واحد راه كيعرف العطار مع من كيتعامل، وكاين عطاره اللي دابا ملي كتمشي عنده كيجمع لك القوام قدامك وتيطحنها قدامك، يعني تبيع لك شي حاجه نقيه. وبالنسبه اللي عندها الوقت وبغات تصاوبها على ايدها ولا بغات تعرف شنو زعما شنو هما زعما العطور اللي تنديروا فيها اون ديتاي، انا غادي ندير معكم داكشي اللي غادي نشارك معكم اليوم. كيف قلت لكم اللي كتقدروا تنقصوا منه وكتقدروا تزيدوا فيه على حسب الذوق وعلى حسب الكميه. اللي نبغي نقول هو انه لكل رابعه مثلا ديال القهوه تنديروا 100 غرام ديال خليط ديال هاد العطور هادو اللي تيكونوا مطحونين. هي راه كتوجد على جوج طرق. كاينه الطريقه الاولى اللي كياخذوا فيها هاد العطور هادو هكايا صايبين هكايا على هاد الشكل، وكيجمعوهم كاملين اونصومبل وتيديروهم في واحد الكاسول ولا هذا وتيطيبوهم، وداك الماء ديالهم هو اللي تيصيبوا به القهوه. وكاينه الطريقه الثانيه اللي غادي ندير انا اليوم، وهي اللي كنفضلها لانها علاش كتكون كونسونطري، لان دوك كنستافدوا من هذوك الاعشاب كاملين، هذا من جهه، ومن جهه اخرى كتعطي مذاق احسن وكنقدروا نحتفظوا بها. سواء كنخلطوها معاهم من المره الاولى، سواء حتى كنبغيو نطيبوها عاد كنزيدوا داك الخليط على حسب الذوق. المهم انا غنعطيكم الاعشاب اللي عندي اليوم. من طبيعه الحال القهوه ضروريه، انا عندي هنايا رابعه ديال القهوه. القهوه حتى هي راه كتختاروها حسب الذوق، كتمشيو كتاخذوا كتشريو القهوه هكا كحبوب وكطحنوها. انا هنايا ها هي اختاريت ديالتي، طحنت هنايا رابعه. بالنسبه للعشوب اللي غادي ندير فيها، عندي هنايا الزنجلان، وعندي النافع، عندي حبه حلاوه، وعندي الورد. حاجه واحده فقط نبغي نقولها، اننا ما غنديروش هذه الكميه كامله. كي قلت لكم الكميه راه كتكون حسب الذوق، واللي بغى العبار مضبوط يدير 100 غرام من الخليط كامل ديال هذا الشيء، 100 غرام يديرها في رابعه ديال القهوه. غنجيو لهنايا، هنايا عندي قعقله، عندي بسيبيسه، عندي نويويره غنديروا منها غير وحده حبه وحده، وعندي خدنجال، عندي سكنجبير، وعندي البزار الابيض. هادو كاملين اعشاب، وعندي باديانه، هادو كاملين معروفين كيسخنوا، وخصوصا ان هاد القهوه كنديروها في الشتاء، كنبغيوها في الشتاء. هي كتشرب على طول العام، ولكن في الشتاء كيكون عندها واحد المذاق رائع، وخصوصا ديك الريحه ديالها فاش كيكون البرد، وكتكون ديك الريحه ديالها كتعطي في الدار، كتعطي واحد الريحه منها كتعطر لينا الدار، وفي نفس الوقت كتعطي واحد ما عرفتش كيفاش نوصلها، ممكن كتعطي واحد الاريحيه في الدار، كتكون زوينه عاد المذاق ديال القهوه. وهنايا عندي اللوز، هاد اللوز غادي نقليه هو والزنجلان، نقليهم شويه قبل ما نطحنهم باش يعطوني ديك النكهه ديال اللوز مقلي. غير اللوز مقلي بوحدو ما لا زيت لا حتى شي حاجه. وعندي القرقاع غادي ندير منه غير جوج حبات. عندي القرفه، القرفه البلديه تكون احسن. هنايا عندي الانواع بجوج، ولكن نتوما ديروا لا توفرت البلديه من الاحسن البلديه سينو ديروا الروميه. عندي البزار، هذا البزار الاسود، وراه وريتكم البزار الابيض، كنديروا غير شويه شويه. وهنايا عندي المسكه الحره، المسكه الحره غنديروا منها حتى هي شويه، حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع. صافي هادو هما العطور اللي عندي، هادو هما الاعشاب اللي عندي، غادي نطحنهم كاملين ان شاء الله، وغادي ناخذ هذاك الخليط ديالهم ونرجع نتلاقى معاكم. هنايا من بعد ما طحنت هذوك الاعشاب كاملين، غادي ناخذ غربال بحال هذا وغادي نغربلوها قبل ما نخلطوها مع القهوه. كنغربلوها مزيان باش كنحيدو داك البقايا اللي ما طحناتش مزيان، كنحيدوها
صافي، وغير داك الشيء اللي غادي نغربلوه هو اللي غادي نخلطوه مع القهوه. كيف قلت لكم في اول فيديو، كل رابعه غنديروا فيها 100 غرام. المهم عينكم ميزانكم، كاين اللي كيبغي ديك النسمه ديال العطور تكون مجهده، كاين اللي كيبغيها خفيفه، كل واحد راه غيدير حسب القياس اللي كيوالمو. هنايا غادي نضيف ليها دوك الاعشاب، وغنحاول نخلطهم مزيان باش يمتازجوا. كاين اللي ما كيبغيش يضيفهم، كيخلي حتى كيبغى يطيب القهوه وكياخذ معلقه صغيره ولا نص معلقه وكيزيدها في القهوه. انا كنفضل انني نخلطها هكايا في الاول باش كتعطيني، باش كيتمتازج مزيان وكتجيني ساهله فاش كنبغي نطيبها. وهنايا صافي، ها هي خلطتها مزيان. دابا غادي نديرها في البواط ديالها، غنديرها في هاد لابواط وغادي نحتفظ بها وقت ما بغيتها غادي نطيبها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسوا في الاشتراك وتشجعوني بلايك، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.